بيضيع تاني لا بس احنا الكره ما تفقدهاش بسهوله في ستوب واتش الكره لما لو فقدتها بسهوله هتروح الفريق الثاني ممكن يعمل عليك هجمه عايز تقول يعني فانت تاخد فاولات اضاعه ايجابيه ايوه بالظبط انك تضيع بشكل ايجابي يعني لان طبعا انت مطرود منك اثنين لعيبه ده كتير بالظبط كده كتير اللي هم سته بتلعب سته ضد اربعه مظبوط كتير قوي كتير قوي كمان في الملعب غير حارس المرمى الماتش بعد مجهود بدني مضاعف الامر صحيح الامر بيبقى وفي اليد اعتقد ما فيش حاجه اسمها نرجع للجون لا ما فيش ما تعديش نص ملعب ابدا لا ما تعديش نص ملعب ابدا مش غير مسموح انك تعدي نص ملعب هو هيمسك كوره بالظبط بالظبط بتشتغل كده لعب سلبي دلوقتي قال لعب سلبي ناقص له لعب هو للاسف ربنا يستر بقى وايه ما انا بقول لك الامر هو كده بقى هو الطرد ده بيبقى قد ايه يا كابتن دقيقتين يعني هما دقيقتين خلاص انت دقيقتين كاملين يعني لو اخر دقيقه دي يبقى هما مش هينزلوا هما مش هينزلوا كده انت خلاص هتخلص يعني ناقص بتاع 30 ثانيه او 20 ثانيه يعني نامل ال 20 ثانيه تعدي على خير ناقص كام ثانيه 5 ثواني 5 ثواني طب خمس ثواني خلاص لو 5 ثواني يبقى خلاص تقريبا يعني ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله الخمس ثواني ناقص قد ايه احنا مش عارفين بالظبط ناقص قد ايه خلاص خلصت اعتقد كده خلص الماتش خلص لا خلص لا لا هيدي هيدي لا خلص الماتش خلص الماتش كده خلص الماتش مبروك للنادي الاهلي المكسب فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك 25-24 في قمه كره اليد. طيب مبروك للنادي الاهلي مبروك للنادي الاهلي طبعا وان شاء الله مزيد من الانتصارات يعني.